نروح بقى لحلقتنا التانية اللي برضو بتدور في إطار اهتمام مصر بالحوكمة. وأي حد هيسأل يعني إيه الحوكمة، هي مجموعة من الخطوات والعمليات اللي لازم تكون على أرض الواقع عشان تنظم المؤسسات، وتنظيم المؤسسات يعني تقليل الفساد، وده شيء مهم جدا. إيه اللي حصل؟ أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة الثانية من دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدليل الإرشادي الخاص بالإدارة الاستراتيجية اللي أعدته الوزارة ده بيجي في إطار جهود تطوير عملية التخطيط والتنمية وضمان فعالية عملية التخطيط والمخرجات اللي إن شاء الله هنشوفها في السنين اللي جاية. والإطار المؤسسي بيتناول من خلال المهام الرئيسية للإدارة الاستراتيجية والاختصاصات والنتائج المتوقعة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، عشان كده معنا مهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. مهندس خالد، تحياتي ليك. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. أهلا وسهلا. احنا عرفنا أن يعني النسخة الثانية دي هتبقى بتتضمن الكثير من البرامج التدريبية، والحقيقة احنا عايزين يعني نعرف السادة المشاهدين أكتر عنها. تمام. أولا بشكرك على الاهتمام والاستضافة. الحقيقة وزارة التخطيط منوط بيها مهام كتيرة، ومن أهمها زي ما حضرتك أشارتي مسألة الحوكمة وتنظيم العمل في الجهاز الإداري للدولة. ومن هنا كان حرصها على أنه كل الآليات والأدوات اللي بنشتغل بيها تبقى موثقة ومتاحة لكافة العاملين، بل ومتاحة لكل الناس، بحيث أن المواطن العادي يقدر يطلع على الآليات اللي بتشتغل بيها الدولة. ومن هنا جه الدليل اللي حضرتك أشارتي ليه، وده الطبعة الثانية أو النسخة الثانية. النسخة الأولى صدرت في 2019، وبعدين طبعا حصل تطورات في أداء الجهاز الإداري للدولة وتحديثات، فتم إدراجها في النسخة الثانية ديت، وهي بتتناول عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهاز الإداري، وإزاي إنها تبقى في معايير موحدة لكل الوحدات في الجهاز الإداري للدولة كلنا نشتغل بيها، بحيث إن احنا نبقى في لغة واحدة مشتركة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، يبقى في تنسيق للعمل. المقصود بالتخطيط الاستراتيجي ببساطة شديدة هو النظرة المستقبلية، إن احنا دايما نبقى بنبص لقدام ثلاث أو خمس سنين. احنا كلنا عارفين او سمعنا عن رؤية مصر المستقبلية 2030، ودي احنا بنقسمها لفترتين مستقبليتين وبنبتدي نحط خطط استراتيجية على اساس ده الاطار العام. لكن في جواه بقى تفاصيل ازاي ان احنا مثلا بنترجم الكلام دوت لبرامج عمل تفصيلية، ازاي بنترجم الكلام دوت لموازنات مالية علشان الموارد المطلوبة، وازاي ان احنا بنتابعه بشكل دوري عشان نتأكد انه اللي احنا حطينا له خطة اتنفذ فعلا، مش مجرد خطه. طيب، ما هو في سؤال دلوقتي ممكن يطرح من اي حد بيتابع الموضوع ده، يقول طيب هو ايه الفايده اللي هتعود ليا بشكل كبير؟ يعني هل الموضوع ده، موضوع الحوكمه والتخطيط، هل هيقلل الفساد فبالتالي انا هضمن الخدمه وجوده الخدمه بشكل كبير جدا، ولا في بعض الفوائد الاخرى محتاجين ان احنا نتكلم عنها؟ الحقيقه انت لمستي موضوعين مهمين. احنا ليه بنعمل كل ده؟ احنا بنعمل كل ده الحقيقه عشان حاجتين اتنين. بنعمل كل ده وعاوزين نحقق تحسين جوده الخدمات والحياه عموما للمواطن. الحاجه الثانيه تحسين تنافسيه الدوله المصريه، وتحسين تنافسيه الدوله المصريه بدوره بيحسن فرص جذب الاستثمارات بما يعود بفرص عمل وفرص تنميه على المواطن المصري برضه. هم دول الحاجتين اللي احنا بنطمح لهم. فالحوكمة هي وسيلة وليست غاية، التخطيط الاستراتيجي هو وسيلة وليس غاية، وبالنسبة لأي مواطن فهو هيعود عليه في شكل إن كل ما الدولة تعمل بكفاءة كل ما ده يقلل فرص الفساد، كل ده ما يحسن فرص الخدمات، كل ده ما يحسن كفاءة إنفاق الموارد في الدولة، وبالتالي تقدر الدولة تعمل مشروعات أكتر بنفس الموارد، فكل دوت شكل العائد. وإحنا كمان في وزارة التخطيط الحقيقة عملنا تطبيق، يعني ده موضوع جانبي شويه بس يهمني ان انا اشير له هنا، اسمه شارك. التطبيق شارك دوت بيتيح للمواطن ان هو يدي فيدباك او يدي رايه في المشروعات اللي بتتم، وهل هي بتتم بسرعه متوقعه، وهل هي في مشروعات محتاجينها في حتت ثانيه وما الى ذلك. فاحنا مش بس بنحط خطط، احنا بنشرك المواطن في ان هو يدينا ويتابع معانا ويبقى عين على اللي الدولة بتقوم بيه، بحيث ان احنا كلنا في الاخر المصلحة واحدة يعني، او مصلحة عامة.
البرامج التدريبية المتاحة ضمن الاستراتيجية، هل دي بتبقى متاحة لبعض الفئات المعينة مثلا، ولا بتبقى مفتوحة بشكل كبير في تخصصات متنوعة؟ هي الحقيقة موجهة أساسا للمسؤولين عن التخطيط في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، سواء مختلف الوزارات أو المحافظات أو غيره، ولكن ده ما يمنعش إن احنا بنحاول نبني صف تاني وصف تالت، فاحنا بنطمح دايما إن احنا نوسع الدايرة وندخل معانا مزيد من العاملين بجهاز الإداري الدولة، لأنه كل ما ثقافة التخطيط والمتابعة والإنجاز توسعت وامتدت في جهاز الإداري للدولة، كل ده معناه إنه النتيجة النهائية هتكون أفضل وأكثر كفاءة. فهي متاحة للعديد، بتتكلم على التخطيط الاستراتيجي والأسس بتاعته، بتتكلم على تخطيط موازنة البرامج والأداء وإزاي إن التخطيط يتحول لموازنات مالية، بتتكلم على إدارة المشروعات، بتتكلم على المتابعة وتقييم الأداء، يعني بنتناول كل الموضوعات المتعلقة بإن احنا نضع خطط سليمة ونحققها بالفعل. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على كل هذه التفاصيل المهمة جدا.